السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب. فيديو جديد في ماشين تو الرسمي. الحين قاعد أجمع ضوء القمر، طبعا قربت تخلص المسابقة تقريبا باقي 5 دقائق. للأسف خلاص خلصت العباءات الشجاعة اللي عندي. طبعا جمعت في ساعة ونص تقريبا، مو كتير لكن يمشي الحال. طبعا مشكلة المسابقة ان ما في شانلات كثيرة علشان تزارع تجمع الضوء بالراحة. المشكلة ان الناس تجي تخرب عليك، يعني تبقى نصف ساعة وانت تتهاوش مع الناس علشان تاخذ مكان. للأسف ما جمعش كثير. طبعا لو الحمد لله قدرت ألاحق على المسابقة وأجمع شوية، طبعا انتهى ضوء القمر. طبعا بروح المدينة وأبيع الضوء. باك شباب، الحين شوف الدرع في السوق فولادي اللي كان ربي واحد وون بميزة بالشريه علشان اضيف تقويات والسحر. الحين قاعد اطور في اللي كانر ليفل 70، باخذ 5 تقوية و5 سحر من صندوق التلميذ، يعني بضيف احجار. الحين ان شاء الله تنجحوا معي دليلين حجر، لو فشلوا بنضيف طبعا ضروري. احجار الحين في السوق قليلة مرة علشان الشنيلات الحين صارت 3 والناس قاعدة ترفع في الاسعار، والله شي يقهر في صراحة. الحين احاول اجيب احجار علشان اضيفهم في الدرع. الحين فاش اللي مناورة بدور السوق على مناورة، على حجر مناورة اخر، بعدها بنضيف. ما بنضيف الحين علشان لو نضفت يعني بكون انا خاسر، يعني بحط مناورة وحماية وتسارع. بس المشكلة التسارع يفشل، والله متأكد انا 100% راح يفشل. ليش؟ لان التسارع دائما يفشل. لان في مرة كان حدي كويس ونجح لي، لكن الحين ما اتوقع بينجح لاني بخلي اخر واحد. ما في احجار السوق مرة، ما في احجار. يبي لي زجاجة المشجرة علشان الاقي الاحجار بسرعة. افكر اركب حجر كسر السحر، بس ما ادري وش يفيدني او لا. والله محتار انا كيف تسارع. ابي تسارع عشان لو كنت ازارع باللي كانر او في الهياط، يعني تركض بسرعة. لو حطيت الحين كسر السحر بيكون يعني سرعة شي ضعيفة مرة. طبعا بشوف حجر حماية، بقي حجر حماية، بشوف حجر حماية وبرجع. حصلت حجر حماية لكن 5 مليون، اتوقع هذا سعر يعني مرة غالي، بس معليش. مهم انه هنا جا الحين، يعني بنضيف الحين الحجر وبنشوف حجر تسارع.
يا بوي فشل والله، كنت أدري أنه يفشل. لا والله قوة إلا بالله، يتعب الحجر والله. تسارع